السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعت لكم فيديو جديد ومراجعة جديدة، وكالعادة مع الهواتف اللي وصلوني من علي اكسبرس وصلني هاتف تايجر 13 من لامارك اوسكال. هاد لامارك خاوتي مرة على مرة تخلعنا بهاتف ميزات ولا مواصفات مقابل السعر، تعطينا تليفون بمواصفات مليحة مقابل السعر في المتناول اخوتي، سعر اقل من 3 ملايين، هاتف تايجر 13 ليكيب. المهم في هذا الفيديو راح نتعرفوا عليه مليح، وقبل ما نبداو ما تنساوش دعمونا بلي لايك في هذا الفيديو، هذا اكبر دعم لولد بلادك باش يكمل في نشر هذا المحتوى. ماك خسر والو خويا العزيز، ادعم ولد بلادك بلايك وتابعوا معي. هاتف الاوسكال تايجر 13 اللي يجينا بتصميم عصري وبخامات من البلاستيك، حتى كي تشوفوا اخوتي تحس باللي من الالومنيوم باسكو البلاستيك تاعو ذو جوده عاليه، مع ظهر مضاد للتبصيم وشكل كاميرات باهي بزاف، مع بصمه مدمجه في زر التشغيل، وبشاشه على شكل التوكب. خوتي في الفئه السعريه هذه قليل وين نلقاو هواتف بشاشات على شكل التوكب، ديما يجونا بشكل النوتش هذاك اللي كيب الباشع بالي ما يعجبكمش وباشع. المهم هذا الهاتف اخوتي يجينا بشاشه على شكل الثقب بحجم 6.67 انش من نوع اي بي اس ال سي دي وبتحديث عالي 90 هرتز، والوان الشاشه مشبعه وسطوع قوي يعجبني الله يبارك، ما تلقاش معاه مشكل سواء تحت اشعه الشمس ولا في الظل، وحواف حاده اللي خلات التصميم تاع الهاتف ولا الشكل تاعو شباب بزاف الصراحه، خصوصا مع معالج اليوني سوك تي 700 60 للاداء تاعو ممتاز في السعر هذا، ويتفوق شويه على اداء معالج الهيليو جي 99 المعروف، يعني الهاتف راح يكون خفيف ظريف في الاستخدام اليومي، ما تلقاش معاه ولا مشكل، سلس في التنقل بين التطبيقات والتصفح ولا حتى في الالعاب، وراح يعطيك تجربه جيده، بحيث المعالج حصل في الانتوتو على حوالي 459 الف نقطه، تقريبا نصف مليون نقطه. هاتف بهذا السعر وبهذا المعالج نظن باللي صفقة ممتازة خاوتي، وزيد يجينا ب 8 في الرام و 256 في التخزين، وباحدث نظام اندرويد 14 وواجهة الدوك او اس، الواجهة الخاصة بهذا النوع من الهواتف واجهة سامبل سلسة ما فيهاش ولا مشكل. الكاميرا الامامية جاتنا 8 ميجا بيكسل بمستشعر من سامسونج، الصراحة الكاميرا الامامية قنعتني في السعر هذا وقدمت لنا اداء جيد. الكاميرا الخلفية الاساسية 50 ميجا بيكسل بمستشعر من سامسونج ايضا، الصراحة نقصتها شوية تفاصيل، كي تجي تصور تبان لك ماهوش يصور مليح وتفاصيل ماشي مليحة، وتبان لك حتى الالوان باهتة، لكن معالجة الصور في الهاتف هذا عجبتني الصراحة، يعني بعد ما تصور لا فوتو اخوتي تلقاها افضل من اللي كنت تشوفها في الكاميرا، تسمى معالجة الصور في الهاتف هذا مليحة. بلا ما ننساو ان السماعات في هذا الهاتف ستيريو، يعني راح تكون تجربة صوتية ممتازة مع الأوسكال تايجر 13، مع بطارية بحجم 5000 ملي أمبير وشحن سريع بقوة 18 واط، هاتف محترم بسعر محترم. السعر تاعو في موقع علي اكسبرس راه في حدود 135 أورو، ولا راه يدور في الجوية هادو، تقدر تقول بدراهمنا بين 2 ملايين ونص حتى 3 ملايين، 3 ملايين و100، ممكن تشرو حتى أقل في التخفيضات. راح نخلي لكم الرابط تاع هذا الهاتف في الوصف ليكيب، ونزيد نخلي لكم كوبون باش تنقصوا في السعر تاعو باذن الله. خاوتي واش رايكم الفيديو سريع خفيف ظريف، عطيتكم اهم المواصفات، يعني الفيديو خفيف ظريف عطيتكم قلب الحبه مباشره، واش رايكم نولي ندير فيديوهات بهذه الطريقه؟ قولوا الاراء تاعكم في التعليقات، واخيرا نقول لكم باللي هاتف محترم سعر محترم ويستحق الشراء.